اليوم لان لقاء ديال مع الاطفال هنا في معرض الكتاب. ونشكر جمعيه الامل والمركب الصحفي. اليوم كان لقاء مع الاطفال من مؤسسات الرعايه الاجتماعيه اللي عندهم شراكه مع وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره عبر يعني ايضا التعاون الوطني. فهاد الوليدات يعني شراكه مع المجتمع المدني اللي تقوم بواحد المجهود جبار. اليوم شفنا واحد الجمعيه ديال جمعيه الامل ديال مركب الثقافي الاجتماعي ديال سلا الجديده اللي تقوم بواحد المجهود جبار لتأطير هاد الاطفال اللي هما في وضعيه صعبه او محرومين من السند الاسري. فطلبنا باش يكون اللقاء ديالنا مع الاطفال هنا في الرواق ديال في معرض الكتاب، لان مهم جدا ان يكون هناك تحسيس ديال الاطفال على اهميه القراءه وعلى اهميه الولوج للمعرفه. هذا اساسي باش يكون هذا التحسيس منذ الصغر، لان القراءه اولا كتكون تهذيب ديال الاخلاق، وكيكون مولوج المعرفه كما قلت، وكيكون النتيجه ديالها هو التفادي ديال واحد العدد ديال الافات الاجتماعيه سلبيه. فلهذا وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره في اطار تفعيل البرنامج الحكومي اللي هو تيجي ابتداء بالتوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله للنهوض بوضعيه الاطفال بصفه عامه وحمايه حقوق الاطفال. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.